السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير للجميع. كما وعدتكم أحبتي في الله، وبعد الرسائل الكثيرة التي وصلتني من الأحبة لأعطي رأيي أو لأستفسر على قائمة الناخب الوطني جمال بن ماضي الأخيرة، بعد التحريات وبعد التقصي بعض المعلومات، اتضح أن الناخب الوطني أراد أن يعطي فرصة لبعض اللاعبين الذين يتابعهم منذ مدة، لاعبين لم تعطى لهم فرصة كبيرة، لم تتح لهم الفرصة للاستدعاء يعني باش يشاهدهم ويتبعهم عن قرب، وهم كانوا دخلوا اهتماماته منذ مدة طويلة. إذا نبدأ بالغيابات، ونتحدث أولا وقبل كل شيء على غياب يوسف بليلي الذي تحدثنا عنه عدة مرات في صفحتنا، وقلنا أن اللاعب لم يعد في مخططات بالماضي بالنسبة لهذا التربص، وقد يدفع ثمن تراجع مستواه في التربصات القادمة إن لم يجد نادي يليق بسمعته وبإمكانياته. اليوم المنافسة الشرسة، هناك شيبي، هناك بن رحمة، هناك الأغائب والناس، هناك لاعبين ينشطون على الجهة اليسرى قادرين يجيبوا الإضافة ويجيبوا أكثر تنافس في الجهة اليسرى. هذا لا يعني أننا نقول أن بليلي لن يعود إلى المنتخب، هذا خطأ. نقول أن المنافسة من اليوم فصاعدا ستصبح أكثر شرسة. اللاعب لم يستدعى لأنه تقريبا بدون نادي، ولم تكن لديه العديد من الدقائق في رجله. راح نقوله كاين لاعبين كذلك ما جاوش كاللاعب أدم الناس. Je ne veux pas faire une affaire aux ناس. لا أريد أن أتكلم عن ملف الناس، ولكن غيابه لثالث تربص على التوالي يثير تساؤلات. أوكي، يثير تساؤلات، مقبول. العديد من الأحبة رسلوا لي. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Moumen, trois stages consécutifs. Il n'est pas là à Damounas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'il y a un problème. Ounas Belmadi, mais les spéculations vont bon train. Il y a des gens متحيرة وتقول عليه، لأن اللاعب والناس شئنا أم أبينا قطعة أساسية في المنتخب الوطني. اللاعب لما كان ما يلعبش كثير من المباريات والقليل جدا من الدقائق في نابل، كان يجيبه الناخب الوطني جمال بن ماضي. اليوم لما أصبحت عنده دقائق ويدخل ويدير لا ديسيزيون مع ليل، وين أشاك فوا يعني في كل مرة وناس يغابورت يلابورت كيلك شوز مع ليل، وشفناه أن الناس شئنا أم أبينا حتى في المنتخب الوطني لما تعطى له الفرصة يجيب الإضافة. إلا أن قد أقول، je dis bien peut-être، l'investigation mon enquête continuera sur ce dossier là، يعني سوف أواصل التحقيق في هذا الملف، وأقول أدم الناس نعم يستحق من مكانة في المنتخب الوطني، سواء في وسط الميدان أكسيال، سواء على الجهة اليمنى، سواء على الجهة اليسرى، يعني إلى الكونكورنس دون با مال دو بوست، وين قادر يجيب اضافه. ما نساوش بطل افريقيا وامكانياته اون بو با بارلي دو تو، يعني لا غبار عليه، امكانياته عليها تلقي الاجماع عند كل الاختصاصيين. اون فيغا بيان ليكسبليكاسيون دو جمال بن ماضي في الندوه الصحفيه الجايه. اتمنى ان يكون هناك خيار رياضي وفقط. دونك جيسبيغ كو سي ني كان شوا سبورتيف اي فوالا. فيما يخص لاعبين اللي تحدثتوني كثير عليهم، قادري، لاعب شرقي، قويري، نعم قادري. راح تقول لي يا مؤمن قادري كان قادر يجيبه لأن سليماني وبغداد بنجاح كذلك ما همش يلعبوا منذ حوالي 12 أفريل، يعني أكثر من شهر. أوكي، ولكن في البوست تاع قادري يا ناس فهموا مليح، بوست تاع قادري كان لو شوا، يعني ينجم يجيب عبد اللي، ينجم يجيب لك هالي، ينجم يجيب لاعبين آخرين يشوفهم قادري يعرفوا، شاهدوا في تدريبات، شاهدوا في مباريات ودية، يعني عنده فكرة على قادري اللي يقدر يكون خليفة بن ناصر أو خليفة لاعب آخر في وسط الميدان. حسام عوار كذلك الذي قال البعض أنه سوف يأتي في شهر سبتمبر مع تنزانيا، باتاتي باتات ها، وهنا في المواد جوا يكون كما قلنا لكم عندها مدة أنه حسام سوف لن يكون معنا في مارس، ولكن قد يكون في جوان، وهذا ما حصل. فيما يخص عبد اللي واحد جدد،
عبد اللي دخل مخططات جمال بالماضي التي دون لي بلون دو جمال بالماضي منذ مدة طويلة، واليوم أصبح لاعب سيليكسيونابل. لماذا أصبح لاعب يستحق الاستدعاء؟ لأنه أصبح يسجل، يلعب مباريات كثيرة مع أونجي، لاعب مهم في ناديه، رغم أن ناديه أول الساقطين إلى ليغ دو، ولكن هذا لم يمنع المغرب مثلا من الاستفادة من والنحي وبوفال اللذان كانا يلعبان المونديال وينشطان في أنجي، كذلك للتذكير يلعبان كذلك في أنجي. فيما يخص اللاعب الذي عاد وهو فيكتور لكحل، فيكتور لكحل تعرف جيدا وسط دفاعي ممتاز، قائد فريق لوافر الذي سوف يصعد إلى القسم الأول، تنقص نقطة واحدة هذا السبت باش يطلع، وهذا الجمعة باش يطلع الناسيونال إين. نظن أن فيكتور لكحل الحاجة البرك أنتر بارونتيز 29 سنة 29 سني با لافينيغ دو ليكيب ناسيونال، مي ما نساوش تكسر مع تونس، راحت له 6 شهور ولا قريب عام على جال الماتش تاع تونس وماتش أميكال، راح يرجع إن شاء الله في تربصي، راح تكون فيه مباراتين، الأولى ضد أوغندا والثانية ودية ضد تونس. إذا فيما يخص لك العودة عادية جدا، خاصة أنه هو وعبد اللي وكذلك لاعبين آخرين قادرين يلعبوا لو رول تاع إسماعيل بن نصر. إذا اليوم كذلك لاعب اللاعبين اتحاد العاصمة بالبوط بالعيد ورصيف، ونظن أن ومحيوس، نظن أن هذا الرباعي أبل البلاء الحسن في الكاف، في كأس الكاف، أراد الناخب الوطني أن يراهم إن كانوا قادرين أن يكونوا بمثابة لاعبين استطاعوا أن ينشطوا في المنتخب الوطني. تذكروا في 2014 على غرار إسلام سليماني، لاعب هلال سوداني، وما ننساوش في 2019 لما رجع بالليلي ولما رجع بالعمري ولما لعب عطال، كنا نقولوا هادو محليين ما راهمش قادرين وكذا وكذا، ولكن أثبتوا العكس بالفوز بكأس إفريقيا مع مجموعة الكبيرة، وتلك المجموعة الرائعة التي فازت بكأس إفريقيا في مصر. إذا نتكلم واحد بواحد، درك الملف شرقي وقويري، شرقي قويري وحتى العروسي تحدثنا عنهم فيما سبق، وقلنا أن اللاعبون هذوما كانت لديهم مشاكل في التربص الأخير للمنتخب الوطني الذي صادف شهر رمضان، كانت لديهم رغبة كبيرة في تغيير الأجواء، وما زالت لديهم رغبة كبيرة للعب للجزائر، خاصة إن لم يكن هناك يعني انتقال قوي إلى أحد الأندية الكبيرة الأوروبية، أين سوف يكون لهم مشكل كبير للاعب في المنتخب الفرنسي، لكن نيتهم اللاعب للجزائر بعد كأس أوروبا، سننتظر سبتمبر وحتى ربما أكتوبر. لماذا كنا نتحدث على عدلي، على عوار، على أيتنوري؟ لم يأتوا في تلك الفترة التي كنا نتحدث عنهم، بل أتوا بعدها وبعد حتى تغيير عوار الجنسية الفرنسية، يعني الجنسية الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية. إذا اليوم جون فيديو دير كو سي جوار لا سون بوتونسيالمون سيليكسيونابل اون إكيب دالجيري، يعني مازال فيه يعني أمل وفيه مفاوضات معهم، لحد الآن هم لاعبين مع المنتخب الفرنسي للأمل، وسوف تكون لهم كأس أوروبا للأمل أقل من 23 سنة في شهر جوال، بعدها سيكون كلام آخر. أيتنوري علاش ما جاش؟ أيتنوري ما لعبش بزاف، مشاكل عنده، مشاكل كبيرة مع ناديه وفيرهامبتون، وسيغادر لأحد الأندية الفرنسية هذا الصيف إن شاء الله. دونك أيتنوري لسي ترونكيل، يخليه وهي يرتاح ويخير ويشتغل على مستقبله الرياضي الذي سيكون مهم ومهم جدا في مستقبل باقي مشوار هذا اللاعب. دونك il a été laissé à la disposition, c'est-à-dire il a été laissé pour trouver un club tranquillement ان شاء الله هذا الصيف، ويلتحق باحد الانديه التي ترغب ان تتعاقد معه هو واللاعب كذلك عيسى مندي من لا يتابع سي اون فيغ افريشير سيغتان ميموار، موندي لعب 8 المباريات الاخيره مع فياريال بمستوى عالي، يعني الفورما رجعها، صحيح انه ما لعبش قبل الشهرين اللي فاتوا هادو، ولكن شهر ونص هو اساسي ويؤدي في مباريات في اعلى مستوى مع فياريال. ما تقدرش تستغنى على موندي لانك راك تبني في فريق جديد، تحتاج للاعبين عندهم خبره وعندهم يعني عندهم تلك الميزه التي بور فيديري لو جروب بور جيري لو جروب، يعني تسير المجموعه ومرافقه التغيير والتشبيب
هو اللاعب من حتى اللاعب المخضرم المغربي قائد الفريق رياض محرز. اذا خليني نقول في عجاله نكملوا هذا الفيديو. اليوم اللاعبين اللي تحدثنا عليهم يستحقون المكانه، ولكن لن يكون لا حاجه ما تضمن انهم يكونوا في سبتمبر يا جماعه الخير. هذا ليس حق التجارب المنتخب الوطني اوكي، ولكن كل واحد يستحق الفرصه لي ان يثبت مكانته. مرحبا به. جمال بالماضي يعلم ذلك، والكل يعلم ذلك في المنتخب الوطني. حبيت برك نعتذر خاوتي، ماشي كل مره نقدر ندير لي لايف، كتشوفوا عيني شي تعبانين. نتعاوننا معكم ان شاء الله بالشفاء وجميع الامه الاسلاميه ان شاء الله، وان شاء الله نتلاقاو في مواضع اخرى، وقريبا ان شاء الله سوف نتكلم عن المنتخب الوطني. ما تنساوش خاوتنا، ما تنساوناش بالدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.